بال 2005 عملت ماجستير بالنيوتريشن بالجامعة الأمريكية ببيروت. فتحت ماي كلينيك من 2009 كأخصائية تغذية. بال 2015 طلعت معي فكرة أبلايت، ولكن كان عندي بالنسبة لي تحديين. أول تحدي إنه لازم يكون الأكل اللي أنا بدي أقدمه يكون له طعمي وطيب. تاني تشالنج إنه يكون أسعار مدروسة وتكون الهيلثي فود أكسسبل لكل العالم ويتعالج، لأنه مش بس نحن عنا الدايت، في عندي كريتيكال كيسز مشتركين عندي بأبلايت. بمطبخ صغير بلشت، بعد سنة وسعت وانتقلت للكونكورد بفردا، صار عندي 3 محلات ووسعت السنترال برودكشن والكيتشن تبعي. عندنا داين ان اريا مثل مساحة للشخص، إذا كان عنده لانش بريك في ست منيو في بلادو جور يقدر يجرب الأكل عنا وممكن يختار إنه هو يشترك عنا. اللي ميز أبلايت فكرة الهيلثي فاندينج ماشين اللي كانت واردة عندي من لما كانت ستودنت. أول فاندينج ماشين انحطت هي بجامعة بيروت العربية، وهلأ في 5 هيلثي فاندينج ماشينز موجودين بالأي بي. المشاريع اللي عم بشتغل عليها بالقريب انشر مكانات الهيلثي فاندينج ماشينز بأكثر أماكن ممكنة، إن كان جامعات وإن كان مدارس مكاتب سينمائيات، لحتى نخلي الهيلثي فود أكسسبل لكل العالم. عم فكر اتوسع ببعض البلدان العربية لحتى أبلايت يوصل أكثر عربياً. عم بدرس كيف الأكل بيأثر جينياً على بعض الأمراض، وبالتالي كيف نحن نقدر نتفاديها بالأكل للمشتركين عنا بأبلايت. نحن دايماً آخر النهار منجمع كل المأكولات المتبقية ومنوزعها على جمعيات ومنظمات بتوزعن على الفقراء، وهذا الشيء نحن فخورين فيه أكيد. أبلايت بلش بجهد شخصي، وصلنا هلأ إنه أبلايت صار مؤسسة فيها 10 موظفين، تيم واحد يد واحدة قلب واحد. أبلايت يعني بعتبره ابن الصغير، وحيكبر وحيوصل أكتر وأكتر إن شاء الله.